يعني هذه روايات أمريكية وإسرائيلية. أستاذ نجم، علينا أن نحترم الرأي العام. الأمريكان دفعوا الصهاينة لضرب إيران بقوة، 100 طائرة شبح، ليست مزاح هذه. المشكلة أنهم لم يستطيعوا، أولا إيران أخبرت من يهمهم الأمر في الجولات الدبلوماسية التي قام بها السيد عراقشي، وكذلك بعض الإشارات من القادة العسكريين، أنها تمتلك سلاحين استراتيجيين. إذا ما ضربت المصالح الاستراتيجية، إيران ستستخدم هذين السلاحين، سلاحين، نوعين من أسلحة استراتيجية ضاربة مدمرة للكيان ومن يتعاون معه. شنو هاي السلاح الأسلحة؟ لم يفصح عنها قنبلة المغناطيسية. على أي حال، أنا أعتقد أن هذه الرسالة هي التي ردعت. الأمريكان كانوا دافعين. بالمناسبة، المنشآت النووية لا تتضرر بأعتى سلاح أمريكي وإسرائيلي. للأسباب؟ لأسباب أن المواقع تحت الجبال 2000 متر، ما عندنا سلاح يصل 2000 متر، يمكن يضرب البوابات، يمكن يضرب بعض المحطات الكهربائية، لكن المفاعل النووي تحت جبال 2200 متر، أقوى قنبلة أمريكية تصل إلى 70 متر.